تقوم على التكفل والوقاية وتحسين جودة العلاجات. تقوم المؤسسة بتقوية قدرات المستشفيات العمومية ومدها بالتجهيزات الطبية وعتاد الإسعافات المتنقلة، كما تقوم ببناء وتجهيز الوحدات المتخصصة في علاج الأمراض المزمنة، كما تساهم في تعزيز إمكانيات بنيات الاستقبال والتكفل بأكبر عدد من الأشخاص المعوزين. في هذا السياق يتعزز العرض الصحي بالمحمدية بمشروع تضامني يتمثل في إنجاز مركز لتشخيص وعلاج الأمراض المزمنة بحي العالية بالمحمدية. ويعكس هذا المشروع المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار مالي إجمالي قدره 5 ملايين درهم إرادة جلالة الملك حفظه الله الرامية إلى تأمين خدمات صحية شاملة وذات جودة تستجيب تمام الاستجابة لحاجيات المواطنين، كما تنسجم تمام الانسجام مع جهود جلالة الملك نصره الله الرامية إلى تيسير ولوج الأشخاص المعوزين للخدمات الاستشفائية ومحاربة توقف وعدم انتظام المتابعة الصحية الدورية. سيوفر المركز المزمع إنجازه الاستقبال والتكفل الطبي وتكوين وتوجيه أبناء المنطقة المصابين بأمراض مزمنة والتشخيص المبكر للمضاعفات الناجمة عن داء السكري، إلى جانب تأطير وتكوين المتدخلين الجهويين في هذا المجال. وبفضل مقاربة مندمجة تجمع التكفل الطبي والتربية الغذائية وتطوير العمل الجمعوي، سيكون لهذا المركز وقع إيجابي على مستوى عيش المستفيدين من خدماته. مختلف هذه المبادرات تنجز في إطار استراتيجية طموحة تتعزز محطة تلو محطة يوما عن يوم سنة بعد أخرى، وذلك من خلال إحداث العديد من المراكز والبنيات الكفيلة بتعزيز الولوج إلى العلاجات على المستوى الوطني. تؤكد هذه المبادرات المكانة الهامة التي يحظى بها الأشخاص المعوزون الرهانات الاجتماعية المحلية، وذلك بفضل إنجاز مشاريع تضامنية في إطار مقاربات تشاركية مع المجتمع المدني لفائدة الساكنة. وتتجسد الوتيرة المتسارعة التي يعرفها إنجاز الفضاءات والمراكز الموجهة للتكوين والإدماج بمختلف مدن المملكة الوعي الكبير بالمكانة الجوهرية التي يحتلها الشباب وتحتلها النساء في النسيج الاجتماعي الاقتصادي ومساهمتهما الوازنة في الدفع بعجلة التنمية، فضلا عن الالتزام بتأهيل وتطوير قدرات هذه الشريحة وتمكينها من تكوين متكامل في شتى المجالات حتى تطلع بأدوار رئيسية في مسلسل بناء المغرب الغد. هي فضاءة اجتماعية ذات أدوار حيوية لتطوير قدرات الشباب. هي